يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب. نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. يا أختنا هذا عواء الحاقدين. أنا عايز أقول لكم الأسبوع ده هنسمع تسمعوني ولا إيه الموضوع؟ يلا بينا. أنا مش هطول، يعني أنا 5 دقايق وهسيب المايك علشان البنات والعسير بسرعة. عايز أقول إن الأسبوع ده كان أسبوع جميل جدا، دي تالت حفلة أحضرها لتكريم المحجبات. من يومين كان مسرح بلدية وكان مسجد تركي، بس ماسكين بقى نشاط ما شاء الله المصريات. اللهم بارك اللهم بارك الأطراف مع المصريات، حفظ القرآن وحجاب، حاجة كده كنت قاعدة أعيط صراحة، حاجة كده تشرح القلب. إن كان الواحد شايف إن إحنا في الفترة دي فترة شتاء وإحنا في غربة، وكل أم قاعدة فيكم دلوقتي عارفة يعني إيه معنى إنها بتقول بس فرع الخلق أو السلوك أو تثبيت قيمة إيمانية أو تربوية، قد إيه بتعيب؟ ما في واحدة يعني لما كنا في بلدنا أهو هتنزل المسجد هتروح على خط مش عارفة فين هنعمل فعالية إيه، لكن في غربة واللي أنت بتقوليه هيروح تسمع 1000 ومليون عكسه، فمحتاجين فعلا إن إحنا نحمد ربنا على تجميع زي دي، نحمد ربنا على شغل المسجد والاخوات والحاجات الجميله دي. انا مش عايزه اتكلم كتير واقعد انظر بقى ومحرات والكلام ده، لكن خليني اقول لكم اللي خليني اللي في قلبي. زي ما عملت المحاضره مع البنات قبل اسبوعين اقول لهم احلى فتره احلى فتره، انتوا جمال جدا، انتوا حاجه تحفه جدا بالكلام البيضاء على السوداء والدجاج، وكانت فرحه احنا كأمهات بيكم دلوقتي فلا تعادل ابدا فرحة الملايكة دي. انا عايزة كل بنت حبيبة قلبي عايزة كل بنت وهي لابسة الحجاب وهي كده معتزة بيه ماشية تقول انا الاسلام، انا يا رب اللي مثل الاسلام. ايه دليلك؟ اهو بحب النبي عليه الصلاة والسلام. ايه دليلك؟ اهو حجاب. مهما بقى المغرب احنا في الغربة الوضع صعب شوية، طبعا مش عايزة أقول مش والله مش القطة يعني، ده من القطة يعني مش بس القطة وقول اللي هتفيد ولا الليسة، لا ده من قبل كده. فكون إن البنت أنت كلامي لك مش بكلم الأمهات، أنا كلامي لك إن أنت الإسلام، أنا اللي أمثلك، أنا اللي أفرح بيا النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. أبدا الحجاب بداية خطوة وطريق لربنا، أولها النهاردة، يا النهاردة الاحتفال بيه، وآخرها بقى ألقاك يا رب يا رب ده هزعل يوم القيامة عند ربنا سبحانه وتعالى وإحنا في الجنة. ما تيجوا بقى نروح كده وإحنا لابسين الورود ولابسين الحاجة ونروح نفرح بينا النبي عليه الصلاة والسلام، إيه رأيكم؟ ونروح نقول يا رسول الله إحنا كنا في غربة وكان عندنا فتن الدنيا والمضايقات كانت كتيرة جدا، لكن إحنا عملنا كده يا رسول الله عشان تفرح بينا وتفرح بينا يوم القيامة. قولوا آمين. اللهم اجعل هذا العهد بداية عهد وخير مع ربنا، قولوا آمين. اللهم اجعلها بركة ونور عليكم وعلى بيوتكم وعلى أولادكم. اللهم اجعل هذا العمل وهذه الطاعة في ميزان حسناتكم تزدادوا بها طهر وتقوى وستر ويحفظكم ويفرح بكم النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يلا بقى يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من
ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب، النار مثوى الظالمين لهم عقاب، والله يكشف ظلمهم يوم الحساب، والجنة المأوى ويا حسن المآب. يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله